محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. ذلكم الإمام الذي تعلم علم الكتاب والسنة ثم أخذ يحارب الشرك وأهله والبدع وأهلها وينشر دعوة التوحيد بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فلاقى من الأذى ما لاقى حياً وميتاً، وصار أهل الباطل إذا أرادوا التنفير من أحد من الدعاة إلى الحق وصفوه ونسبوه له، وهذا ليس بجديد، فإن الأنبياء والرسل الذين هم أعلى وأشرف وأعظم من هذا الرجل سبوا بأنواع من السب والشتم وعودوا بأصناف العداء. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام لما دعا قومه واعبدوا الله ما لكم من إله غيره وصفوه بالضلال وزجروه، كما بيّن الله تعالى ذلك في سورة الأعراف إنا لنراك في ضلال مبين، وفي سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وهكذا يزجر كل من دعا إلى هذه الدعوة العظيمة وهي دعوة التوحيد. ونحن يا جماعة ماذا نتعصب لشخص ولا ذا ندعو الناس لشخص، ولا تبقى مع شخص من الناس اليوم، خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن احنا ذهن نحقق بالكلام ده مقصدين. المقصد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي وحسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ده أن دافع عن ذول مظلوم، بس ده المقصود. واحد. اثنين، لأن الذي يأتي بهذه الدعوة وهي دعوة التوحيد لا بد أن يؤذى. ما بزول جبيع الناس بس احترمته وكذا وكذا وما بزول يتكلم فيه، ما في أبدا كذا. شوف التاريخ من نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به، قدروا ما يمروا به يسخروا، وهو يصنع تلك السفينة ويصدق أمر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، هود عليه السلام قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام معاون 40 سنة ويقولوا له الصادق الأمين، ولما هاجر عمره 53 سنة وهاجر أمانات عنده، يعني هم بيعادوا فيه وبقولوا لي انت ضال وانت كذاب وكذا وكذا وانت مجنون، وربه يرد عنه سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أمانات عنده وبيحاربوا فيه. شكي لما سافر المدينة حرس علي رضي الله عنه، ولذلك الناس من قديم الزمان يسبون أهل الحق. طيب، وأي زول ده يرد على الرجل ده ما ممنوع ترد، ما في تقديس لزول ولا في زول بعظم له زول بغير وجه حق إذا كان من أهل الحق. لكن أنت جيب كتاب وقول والله في الكتاب الفلاني قال كذا والرد كذا، انت تلقط لك اشاعات ساي، والله يجيبوا لهم كلمات زاي. واحد قال مات في الحمام، زمانه ما في حمامات ذاته،
ما في حمام ذاته يا ناس. هو لو مات في حمام ذنبه شنو؟ زول قال دعاء دخول الخلاء الذكر أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ودخل الحمام واتهدم به مات. دخلت سو خادمة قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولو جاء واحد سكران ولا بسيب في الدين ودخل المسجد ومات جوا المسجد وهو يسب دين الله، دي خلاص حسن خاتمة؟ ده لو سلمنا جدلا وكذب سايج بكتاب من الكتب المعتبرة فيها الكلام. أنا ماذا النقيف كثير انت عارف الكذب.